بصراحة كان عندنا شوية خوف من هذه التجربة إذا والنتائج تبعها، ولكن مجرد ما حضرنا هون والميتنج البي تو بي ميتنج اللي عملوهن بالباير لانج كان كتير مهم بالنسبة لنا، خلق لنا فرص مع كتير من الناس حول العالم سواء كانوا مهتمين بالريليف سيكتور أو حتى يعني عطانا نتائج وتفاجأنا فيها أنه هي كمان بالبرايفت بزنس أولسو. نحن أكيد رح نعيد هذه التجربة مع دهاد إن شاء الله بكل السنين القادمة، لأنه النتيجة اللي شفناها ملموسة جدا، وإن شاء الله أنه رح نكون سوا دائماً.